قال الأستاذ يوسف البن خليل رئيس تحرير صحيفة الوطن في اتصال هاتفي إن التوجيه الملكي السامي فيما يتعلق بمشروعي قانوني التقاعد جاء تقديرا لما تطرحه الصحافة الوطنية من قضايا وطنية، مشيرا إلى أن جلالة الملك المفدى يحرص دائما على التماس هموم المواطنين حول مختلف القضايا للارتقاء بها والحفاظ على مكتسباتها. توجيه الملك السامي اللي صدر اليوم هو قرار مهم لقضية يمكن أكثر أهمية شغلت الرأي العام البحريني خلال الأسابيع الماضية. القرار طبعا مهم وتكمن يمكن أهميته في التأكيد على مبدأ مهم من مبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه، وهو مبدأ التوافق والتشاور. جلالته حريص جدا على إحداث التوافق في مختلف قضايانا الوطنية، واعتقد التوجيه الملكي اليوم وتاكيده على دور ومسؤوليه الصحافه الوطنيه فيما كتب فيما يتعلق باصلاح قوانين التقاعد هو تاكيد على تقدير اللي كنا جلاله الملك للصحافه الوطنيه. في تصوري جلالته يقدر الصحافه الوطنيه كثير ويتلمس دائما هموم وتطلعات مواطني حول مختلف القضايا من خلال السلطه الرابعه. كتاب الرأي والسلطة الرابعة تحديدا نناقشه خلال الفترة الماضية باستفاضة إصلاح قوانين التقاعد انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن قضايا المواطنين، وجلالته أعتقد هو الأقدر على فهم مصالح وطنه وشعبه، وهو ما يرضى طبعا بالمساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، بل هو الأحرص على صيانته والارتقاء بها دوما. يمكن لاحظنا يمكن خلال الساعات الماضية تفاعل إعلامي كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحتى عبر وسائل الإعلام المختلفة، والكل يؤكد على أهمية مبادرة جلالة الملك والتوجيه الملكي اللي صدر اليوم.